احنا قدمنا من حوالي 5 أسابيع أو 6 أسابيع نداء لفتاة عندها مشكلة شفا الأرنبية، بالاتفاق مع بيت الزكاة والمسؤولين هناك هنشوف النداء ونشوف ايه اللي حصل مع برنامج هو ده. اسمي دينا أحمد، عندي شفا أرنبية، وكلمت كده دكاترة كتيرة جدا، لكن العملية كانت مكلفة جدا. بتفرج على البرنامج بتاع أستاذ طارق علام وبعت له على الواتس وقبل الحالة، وجيت النهاردة المستشفى عشان هيعمل العملية، وأنا بقول له شكرا جدا ليه. العملية طلعت بسلامة، وأشكر ربنا قبل أي حاجة، وأشكر أستاذ طارق علام على إن هو واقف جنبينا، ودينا عملت العملية وطلعت بسلامة، وربنا يجازيه كل خير. وأشكر المستشفى والدكتور أيمن الطرافسي عمل لها العملية، وهي طلعت بألف سلامة، وشكر ربنا ثم شكر أستاذ طارق علام.